السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم في قناة ماما محاسين. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الظروف، يلقاكم صحة جيدة. واليوم انا درت لكم فيديو جديد. اليوم انا في الطريق الى مدينة قلعة سراغنة، ويلاه معايا تشوفوا المنتوج اللي عندنا تما اللي كتوفر به المدينة ديالنا. انا غادا نمشي ناخد الزيت والزيتون، انا كل عام كناخدو، ويلاه معايا ونشوفو شنو كاين تما في البلاد. هنايا راه حنا دخلنا البنكرير. هنا راه واخا تكونوا غاديين في لوطوروت، ضروري تدخلوا البنكرير. من البنكرير عاد كتمشيو وتكملوا الطريق، ما كايناش لوطوروت حتى لقلعه سراغنا، كاينه حتى لمراكش، ولكن لقلعه سراغنا كتخصكم ضروري تمشيو للبنكرير عاد تتقلبوا الدور لقلعه سراغنا. وهنا هنايا مدينه قلعه سراغنا، راه كيف ما كتدخلوا للمدينه راه كاينه واحد المعصره وحدها تعاونيه. هنايا راه حاطين هذا المنتوج ديالهم، المهم اللي دخل كيعطيوه يدوق المذاق ديال، باش تعرف الذوق ديال الزيت اللي عندهم. هنايا شوف الزيوت اللي عندهم، هادو راه عصريناهم تما، راه عندهم المعصرات تما كيطحنوا الزيتون تما وكيخرجوا، كتشوف فيه بعينك نتايا. هنايا لقينا حنايا هادو ما عندهمش الضوء وموقفين هاد الماكل، موقفينهم راه هادو هما اللي تيعصروا فيهم الزيتون. تقدر تاخذ الزيتون من عندهم وكتوقف عليه ويطحنوه ليكم، ولكن هاد الناس انا حنا كنتقدو من عندهم دائما، عارفينهم كونفيونس. الزيتون كيطحنوه وكيعصروه تما عليه تماما من عندهم، راه فيه جميع المنتوجات اللي بغيتوها كتلقاوها عندهم. انا غادي ندخل وغادي تشوفوا معايا كلشي اللي كاين. قلتي لي بديتي بكري، انا راه قلعويه، انا راه بلادي، انا بلادي هادي. السلام عليكم، راه بلادي انا. هذا اختي عسل ياك؟ عسل شحال دير؟ هذاك الكاليبتوس 150 درهم. شي حاجه طبيعيه بغي، شي حاجه مزيانه. صلصة ديال الفلفل الأحمر كورنيشو. اجي اللي عز عليك هريسة، ها هي هريسة. خويا هادشي يعجبني، كلشي عندي كلشي. إوا دير الدراجة ديرو هكا، إوا دير شي ثلاثة. حار ديالنا والدراري ما يبغيوهاش. هذا عاملو داكشي كنشوف ما كاينش الضو، قال لي هاد السيد. بصح داكشي كنشوف عندكم الدنيا مظلمه هنايا. تبارك الله هادشي كلشي تبارك الله مفيد. مرحبا.
هادشي كلشي ديال هاد العام. مثلا الزيتون، هاد الزيتون ديال هاد العام ولا كان عندكم قبل؟ هادشي جديد؟ لا كلشي جديد، غير هو هذا ديال داك الموسم اللي فات، حيت هاد الموسم باقي باقي ما طابش، باقي جديد. عندنا تا هو داك الزيتون اللي بغيتي حار كاين، وعاد ندي انا نبدل ليه الماء. تبقى تدي تبدل ليه الماء. هذاك هذاك كتكون فيه واحد اللي الزيتون كتاخذيه انتي وكتبقاي تبدلي ليه الماء، كيجيك عاوتاني واحد الشهوه كتاخذي، كتكون عنده واحد معنى اخر. وحتى صيفتي بيدي حنا صيفتو بيدي هذاك الشيء مول فين كناخذو، كانت كتاخذو والده دائما كديه، وداك تبقى كل نهار تبدل عليه الماء حتى كيحلى، كيجي ثاني واحد الشكل اخر. وانا رديت هذاك العام ولكن ما كانش الخدمه ديال هادشي، داكشي اللي كنديرو في الدار نفس الخدمه هنايا. هو بعد خطرات هذا كديروا فيه الصوطه باش كيطيب دغيا. لا ما كاينش الصوطه، واش طبيعي؟ طبيعي كلشي، حيتاش كيشوف وحدين حدا ملي كيتباع مول الزيتون كيديروا فيه الصوطه باش دغيا يطيب. ولكن اللي طاب على خاطرو وحسن. حتى دابا لو بغيتي داك مسلاله بدقوقه هذا مشرمل. مشرمل كونجيلي هذا باش مي هذا واخا درتيه في الكونجيلاتور مزيان، هذا بلا ما ديري في الكونجيلاتور يبقى غير كيبقى هكا كنحقاش ما داخلي لا لا برد لا والو. مغلف حتى 6 شهور صح. شكل الطريقه باش دايره بحال دابا اللي بغى يديه برا، هذا راه يديه بحال هكا ما يخسر ليه ما والو. مزيان صحاب برا كيجيو تخدو بزاف، يشوفو الطريقه كيخدو هنايا بزاف والحامض تاوا بنفس الطريقه ما كيخسرش هذا، واخا يمشي برا الطياره بالي ديري لك ويجاتك شي طريقه باش مغلف. تبارك الله عليكم كلشي هنا، تبارك الله هادشي طبيعي بيو. هنايا ها هي الشريحه بزيت العود، الثومه وزيت العود طبيعي. والله الا اونتي بيوتيك طبيعي، هادي زوينه هادي، انا كنستعملها راسي في الدار. اجي نقول لك علاش ما بعد خطرات كيكحل ليا الفوق، يمكن كيضرب بها البرد. كيتغطى بالزيت، كيتخزى نورمالمون يتغطى بالزيت، تغطيها بالزيت حتى الفوق يعني. هادي راه صحيه والله الا اونتي بيوتيك طبيعي، مزيانه البرد المناعه. هنا ركينة التعاونيه ورقة حداها متكية عليها المعصرة. وشوفوا تبارك الله هاد الخير، هاد اللي ديال سيد عبي، شو الزيوتات كيفاش دايره، هاكا تشهي زيت طبيعية جديدة ديال هاد العام. وشوفوا المعصرة هنايا راه داكشي عصري، كلشي نقي، كلشي تبارك الله زوين. ايوا سي دوماج انايا قال لي جيتي لقيتي ما عندناش الضومه، غادي تشوفي الطريقه كيفاش كنعصروا الزيتون، ولكن خساره. والمهم هادو هما البوديزات اللي خديت ديال الزيت. ومن بعد من هنايا راه كان مراكش قريب ليا، مشيت دربت واحد الجوله لاني ضروري خاصني نمشي لمراكش، مشيت درت واحد الجوله في مراكش، وانتم معايا كتشوفوا واحد الدنيا كيفاش دايره. انا مراكش تبارك الله غزاله، شفتوا في هذا الموسم هذا ومع العطله دابا بدا كيعمر عامر. مراكش كما كتعرفوا راه كانت الحركه مسكين فيه ميته مع هاد كورونا، راه السياحه اللي كانت فيه والو زعما ضعافت بزاف، والناس اللي خدامين مساكن ما بقاوش، داك جمال فينا كانت يعمر ما بقاش كيعمر. المهم الحركه كانت ماسس عندهم بزاف، راه كانوا كلهم مساكن متالمين. ولكن الحمد لله دابا مع الحمد لله شويه رجعت المياه لمجاريها ورجعنا لطبيعتنا. راه صحاب مراكش راه ولاو مساكن الحركه شويه عندهم تحركات، ولا شويه الرواج عندهم، ولي توريست ولاو عندهم دابا شويه. راه كانت مساكن حتى صافي، راه كتمشي عندهم كتلقاهم مساكن ها كيبكيو. المهم انا غادي نمشي نضرب واحد الجوله في جامع الفنا، وجامع الفنا كما كتعرفوا حتى هو راه ما كانش فيه الحركه، راه كانوا فيه واقيلا صحاب العصير اللي كيحطوا قلال، ما دوك صحاب الماكله راه كانوا حيدوهم، ما بقاوش ما بقى حتى شي حاجه، ولا قيل دوك النقاشات وداكشي اللي كانت تما في جامع الفنا اللي معروف به حتى حاجه ما بقات. ولكن مؤخرا انا سمعت راه غادي يرجعوا ثاني. المهم انا غادي نضرب دويره تما ونشوف الاجواء كيفاش دايره، وخليكم معايا ويلا تنتوما شوفوا الاجواء ديال مراكش وجامع الفنا. مراكش راه ما كاينش اللي ما كيعجبوش مراكش، الاجواء ديال مراكش راه زوينه و
وعندها واحد الطابع خاص مراكش بوحدها مدينة تبارك الله غزالة وسياحية. المهم انتم معايا غادي تشوفوا جامع الفنا، وجامع الفنا راه زعما هو اللي ما كاينش اللي كيجي وما كيمشيش لجامع الفنا. وانتم كيما كتشوفوها جامع الفنا مسكنه، هي الحياه بغات ترجع ليها ومسكنه دوك تحب الماكله. ها هما دابا شي ربعه د العشيه، ها هما بداو كيجيو يحطوا. عندت واحد الجوله خفيفه هنايا لحقاش الدنيا عامره، يلا كيحطوا. وما كتشوفوا هنا يلا كينزلوا في داك الشيء ديالو من الماتيريال. وكانت هذه الجوله في مدينه مراكش بعد ما تقديت داكشي ديالي ديال الزيت والزيتون، ودرت هنايا دويره في مراكش. ضروري قلت لكم نمشي لمراكش، ومن بعد مشيت لحلاسي. هنايا شدينا الطريق لانه كما كتشوفوا بدا كيظلم الحال، ونهار ما غاديش يقدك باش تمشي للقلعه وتضل في مراكش ولا هذا. المهم النهار دوزنا هنايا جينا بكري باش نقضيو غرضنا. المهم جات العشيه دابا راه شي 6 العشيه، شدينا الطريق.
غنشارك معكم هذاك المنتوجات اللي جبت معايا من قلعه السراغنه. حقاش هنا ثقيله، راه بغيت نديها عندي للدار الاخرى، داكشي ما بغيتش نطلع هذاكشي اللي خليتها هنا في الطوموبيل. كما كتشوفوا ها الزيت، شوفوا اللون ديال الزيت راه من المعصره. راه كان بغى يوريني الطريقه ديال كيفاش كيعصروا، ولكن لقيت عندهم الضو ما كاينش، ما كانوش كيطحنوا. المهم شوفوا الزيت كيفاش داير ديال قلعه السراغنه. المهم انا راه جبت 6 ديال البوديزات ديال 5 ايترو. انا راه ديت هادو الساعه ملي لقيت ديت باش نجيب الزيت في هادو، ولكن رجعت شريتهم من عندهم في هاد البوديزات نقيين حتى هما. كذلك هنايا راه شريت، شوفوا هاد الزيتون هاد راه كيغلفوه بحال هكا باش يصدروه برا. شوفوا كيفاش داير، انا جبت منه هذا الزيتون كحل، هذه هريسه، هذا الحامض مسير حتى هو مغلف بديك الطريقه، راه ما كيخسرش واخا كيبقى خاص يمشي حتى لبرا مغلف. ها هو انا جبت منه هنايا واحد الربعه، ها هما اربعه. انا كنوريكم هذا الشيء راه باقي في الكوفر، باقي ما طلعتوش للدار. هادو الزيتون تما جبت منهم ثلاثه، وهاد الهريسه كذلك، هذه الثومه مرقده، هذه فلفله حاره مرقده، هذا الكورنيش حتى هو، وهذا الزيتون، هذا الزيتون نوريه لكم كيفاش داير. هما مهرسينو، هذا الزيتون شوفوا كيفاش داير، راهما مهرسينو. هذا تقدر تجيبوه حتى عندكم متهرسوه، ولكن هما يا هنايا مهرسينو، سهلوا عليا الامور، غادي غنبقى نبدل عليه الماء. جبت هاد السطل راه تقريبا فيه شي 10 كيلو، وهذا حتى هو. المهم هادشي راه طبيعي ديال البلاد ديال قلعه السراغنه. شوفوا هاي الزيت اللون ديالو كيفاش داير. المهم انا وريتكم هاد السلعه باقا في الكوفر ثقيله، باقي ما طلعتهاش للدار. وكذلك جبت السمن، دابا نوريه لكم، وجبت املو، وجبت العسل. المهم هاد المنتوجات كلها راه طبيعيه من عند من البلاد ديالنا ديال قلعه السراغنه. وهذا هو اللي كما كتشوفوا، هذا هو العسل اللي خديت ديال الكاريبتوس، وهذا املو، هذا راه طقتو عندهم زوين، عنده واحد مذاق زوين، طبيعي زوين. المهم كان هذا هو الفيديو.